يا حبيب يا استاذ سليم يا سياده المدير حبيبي يا استاذ اعوذ بالله ايه في الساعه كام اربعه ونص ده. يا ترى وصلت وفضت واحنا نايمين ولا ايه؟ انت صنعتك ايه؟ ما هو يا استاذ انت ما ادتنيش فرصه اتكلم، الطياره لسه ما وصلتش خالص. ليه؟ مش معادها الساعه 4 وربع. برج المراقبه جات له اشاره انها هتتاخر شويه. الله ينكد عليك يا سي بهاء. طب يا اخي كنت بتصحيني ليه بقى؟ اصل شويه انها هتتاخرهم دول 4 ساعات، قلت يمكن تحب تروح. 4 ساعات؟ ايوه. مسكين وحيد اراهن ان قلبه بقى في ركبه. ليه؟ ده عنده الموت اهون من ركوب الطياره، خصوصا في الجو ده. انا ما صدقتش لما بعت التلغراف وقال لي انه جاي الطيارة. انا ما كنتش اتصور ان الاستاذ وحيد يخاف من حاجه ابدا. اي واحد في الدنيا يا بهاء لما يشوف اخوه الوحيد بتاكله النار في طياره بتتحرق وهي طالعه من المطار مش ممكن يحب يركب طياره ابدا. الا الاستاذ وحيد عمره كم سنه؟ حوالي 40 سنه. ليه؟ مش باين عليه يا عمي. ده راجل عايش بمزاجه طول السنه تقريبا، مسافر من بلد لبلد، وفوق كده وهو الاهم مش متجوز. وليه ما اتجوزش لغايه دلوقتي؟ والله انا متهيألي في سبب. ايه هو؟ معرفش. ياه، انت مش ملاحظ ان الجو اللي نادي صعب قوي؟ ربنا يستر. اذا كانت الاحوال الجويه هنا بالشكل ده، امال هتبقى ايه هناك؟ يو اي خدمة يا استاذ؟ قصدي انا يعني شوشات ازاي الحال؟ ازاي الحال عندك انت؟ ازاي الركاب الاول؟ مش عايز تجاوب عليا ولا ايه؟ خايفة؟ هي مديرة الطيران مسمح لها انها تخاف. ما قلتليش، ازاي الركاب بتوعك الاول؟ فيهم واحد بس حالته مش طبيعية. عامل ايه؟ عصبي خالص ومش على بعض. احسن يحصل له انهيار عصبي. عارف مين قاعدة جنبه؟ مين؟ سوسن عبد الراز. طب اعملي معروف، روحي خليها تشوف طريقة معاه. هي يمكن تعرف تسلك عنك. أي كلام منك مادام لابسة يونيفورم الخدمة مش هيطمن له. انما هي مادام في الراحه بتاعتها وعامله واحده من الركاب ممكن يثق فيها. حاضر.
استاذ استاذ انا متاسفه، تسمح لي اكلمك بدون سابق معرفه؟ تفضلي. اي خدمه؟ تسمح لي بالسجاره؟ سجاره؟ بس مش شايفه من زيل ان ده ممنوع دلوقتي. ارجوك مش قادره، اصل سمعت ان السجاير بتهدي الاعصاب، اصلي خايف. ارجوك يا مدموديل، يمكن التدخين في خطوره ولا حاجه. انت السجاير في اللحظات الرهيبه، في اللحظات دي. امال بس اهدي اعصابي ازاي؟ الايمان، الايمان بالله يا مدموديل احسن حاجه تعصمك. يعني حضرتك شخصيا مش خايف؟ انا هخاف من ايه؟ لازم واخد بقى على ركوب الطيارات. طبعا طبعا. يا بختك، انا شخصيا دي اول مره اسافر فيها بالطياره، ويا ريتني ما ركبتها. كلها ساعتين ثلاثه ونوصل، والحكايه كلها تبقى حدوته وهتفتكري خوفك وتبقي تضحكي على نفسك. لا توبه من دي النوبه. كلام، اللي بيركب طياره عمره ما بيحب يركب حاجه ثانيه ابدا. يبقى الود ود يروح من البيت للشغل بالطياره. لك حق تقول الكلام ده، عشان ركوب الطياره عندك عاده. حضرتك لازم من رجال المال والاعمال. ابدا، انا من رجال الكلام والاقوال. مذيع؟ لا صحفي. اقدر اتشرف بالاسم؟ وحيد سامي. وحيد سامي؟ وحيد سامي بتاع جريده الافكار؟ ايوه. بتاع الحرب الثالثه بدات فعلا، وهذه هي الاسباب؟ تمام. وشهدت تجربه القنبله الذريه فاحسست باحتقار لانسانيتي؟ ايوه. والمرأة الشقراء التي تحكم أمريكا اللاتينية؟ الله، في نظر قريتيلي. قريت لك، هو في حد ما قرالكش؟ إنما إنما إيه؟ أنا مش عارفة ليه كنت متصورك غير كده خالص. إزاي؟ كل ما كنت أقرالك كنت أتصورك راجل عجوز قصير وماسك بايب كبير. مش معنى يعني قصير وماسك بايب كبير؟ مش عارفة. تبقى واعيكي زي بعضها؟ لو كل قرائي واخدين عني الفكرة دي. مش كلهم، انا اعرف زميلات ليا في كليه الاداب واخدين عنك فكره غير كده خالص. الله، حضرتك طالبه في كليه الاداب؟ اي. قسم ايه؟ انجليزي. ما تشرفتش بالاسم. سوسن عبد الرز. اهلا وسهلا. قد كده بتهتموا بالصحفيين في كليتكم؟ هي الحقيقه مهنه لذيذه بدون شك. انا بيتهيألي ان الصحفي ده شخص يقدر يدخل اي حته لمجرد انه صحفي. فكرتيني، أنا شخصياً أول ما اشتغلت بالصحافة وأنا تلميذ اشتغلت محرر فني. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان أدخل المسارح والسينمات ببلاش. وليه ما استمرتش في الاتجاه ده بعد التخرج؟ دي حكاية طويلة. تقدري تقولي أنا كان عندي أسباب تخليني أسيب البلد كلها. أسباب عائلية؟ أبداً. أسباب مثلاً عاطفية؟ حضرتك ما جاوبتش. لا ده انت شاطره قوي، انا راجل متعود اخلي الناس تتكلم، تيجي انت عايزاني انا اللي اتكلم؟ مين عارف، يمكن انشر الدردشه دي في مجله الكليه. يا ترى اقدر اعمل ويا حضرتك حديث للمجله؟ بكل سرور. الله، ما رفعتوش الاحزمه ليه يا جماعه؟ صحيح، ده النور الاحمر انطفى. كده كده يا سوسن. يظهر تعرفي المضيفه دي. اصلها زميلتي. زميلتي في الكلية. سيجارة؟ لا متشكرة، ما بدخنش. انت كنت من شوية طلبت سيجارة؟ اصلي كنت خايف. دلوقتي؟ الحمد لله، كلامي مع حضرتك نساني خوفي. نرجع بقى لحديثنا بتاع مجلة الكلية. انا على استعداد. السؤال الاول، يبدو من كتاباتك انك جريء جدا، ولم يحدث أنك عرفت الخوف، فما سر ذلك؟ أيوة.
الحمد لله على السلام. الله يسلمك. الحقيقة أنا سعيد الحظ خالص، قابلت كاتب كبير بحب أقرأ له، وفزت كمان بحديث صحفي موديل. بس ما تنسيش إننا اتفقنا راجع الحديث قبل ما تنشريه. اطمن يا أستاذ وحيد، أنا مش ناوي أخسر ثقتك. إمتى طيب؟ بكرة كويس؟ وهو كذلك. يعني يا أخويا مش شايف لا نقالة ولا إسعاف، أنا متأكد إنه أغمى عليه ولا جرى له حاجة. الأستاذ أهو! فين؟ الله، هو الأستاذ ما يرجعش بإيده فاضية أبداً. حكاية التعود على الطيارة دي أنا عندي اعتراف صغير. الحقيقة دي أول مرة أركب فيها الطيارة. أمال دي كانت حيلة بس. في الحقيقة أنا نسيت خوفي لما شفت خوفك. كده؟ طب اسمح لي أنا كمان أقول لك. توسن توسن. كابتن عزيز تسمح لي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، تسمح لي. قبل ما اسمح لك بأي حاجة تعالي معايا حالا. خير؟ طبعا خير، عايزينك. أنت برضو ماشي على مهلك. في ايه بس يا عزيز؟ قلتلك تعالي هتعرفي كل حاجة، بس تعالي تعالي. أستاذ وحيد يمكن أشوف حضرتك في الجمرك. بس أنا كنت عايز أقول. يا أستاذنا! يا أستاذنا! يا أستاذ وحيد! أخيرا شفتنا! كنت فين من الصبح! سوسن، الحقيقة أنت في إيدك إنقاذ موقف. طيارة روما قايمة بعد 10 دقايق، وسناء زميلتك المضيفة اللي كان مفروض تقوم عليها جات لها حالة نصران أعور من 3 ساعة. كنا عارفين إنك راجعة من الراحة بتاعتك. من روما. وفيها ايه لما ترجعي روما تاني؟ حاضر يا كابتن دلال. اهلا. الحمد لله على السلامة يا بيه. الحمد لله على السلامة. الو امال، صباح الخير. سوسن صباح الخير، بتتكلمي منين كده؟ اما صحيح ملهمش حق. ماما ايه؟ مين يا امل؟ سوسن يا طن، خدي انت بقى قولي لها بنفسك. الو سوسن صباح الخير يا روح، قولي لي ابعت لك العربيه؟ دي شغلانه ايه يا بنتي؟ في يوم واحد من روما لروما. طيب طيب يا حبيبتي، روحي وتيجي بالسلام. يعني ما تقدريش تيجي ولو 5 دقايق علشان اشوفك. طيب طيب مع السلامه. الله يسلمك يا ماما، اشوف وشك بخير. اورفر يا كابتن جلال، متشكره على المقلب ده. معلش تعيش وتاخدي غدا. اتفضلي. استنى ايه يا استاذ؟ الكتكوتة والهفه منك الكابتن وانت زي الباشا. انت لسانك المنقوع في جرد الزرنيخ هيبتدي. يا اخي يا اخي، انا بلاش شغل الكلام ده، احنا ما نمناش طول الليل. طيب اي خدمه تانيه؟
لا وتشكر. تفضل انت. يا ترى مقالة بكرة برضو عن الجارة الغامضة بتاعت الطيارة؟ لا. في ناس كتير سألوني عن حكاية الجارة الغامضة بتاعت الطيارة اللي حضرتك كتبت عنها مقالة طويلة عريضة. اتكسفت اقول لهم. اتكسفت من ايه؟ اتكسفت اقول لهم ان الشاطر وقع. مين؟ حضرتك. كلام فارغ. الكاتب اللوزعي والنحرير الالمعي بيحب وبيكتب مقالة طويلة عريضة عن مين؟ عن تلميذة كان ممكن يخلفها لو كان يتجوز بدري شوية. سليم راجل مكرف. انا رأيي مادام ما سألتش عليك روح تقف لها على محطة الاتوبيس بتاعت الجامعة، واول ما تشوفها وهي نازلة من الاتوبيس تقف لها وتقول لها هلو سوسن هاي. تهزرك سخيف. ايه على ايانا الكلام ده؟ حضرتك ما انتش عارف انت بتتكلم عليها قد ايه من ساعة ما وصلت، يعني من ثلاث ايام. انت مجنون يا حضرة العائل. روح بص في اي مراية وشوف قد ايه انت واقع في الحب لشوشتك. تسمع يا سليم، انت راجل بتاع حسابات وبس، ما تقدرش تعرف قد ايه كلمة الحب دي كبيرة، وما هي السهلة للدرجة دي. صحيح انا بتاع حسابات، عندي واحد زائد واحد يساوي اثنين، نظرات زائغة زائد مقالة نص صفحة يساوي حب وهيام. حضرتك نسيت اللي انت كاتبه النهاردة عن الست سوسن في مقالتك؟ اسمع يا سيدي. وراحت أصابعها الرقيقة تتخلل شعرها في حيرة لذيذة. يا سلام. فخيل إلي أن أشعة من النور الباهر تغوص في بحيرة من الليل الساج الجميل. يا عيني يا عيني. يا سليم دي صنعة، مجرد صنعة. أنت فاهم يعني إيه صنعة؟ قول إنك مش عايز تستسلم بسهولة. أنت تروح لأذونات الصرف واليومية الذكرى بتاعتك. أنت راجل فايق ورايق وجاي تتريق عليا. أنا ماشي يا وحيد. في 60 ده يعني. انما انا عندي فكرة. ايه هي؟ هتسمع؟ نعم. لو كانت زي الكلام الفارغ اللي بتقوله بلاش احسن. لا لا وحيد انت عارف. ايوه. انا بصفتي مدير ادارة الجريدة ما عنديش مانع اسمح لك باعلان صغير مجانا تقول فيه قلبي فقد مني وساجدد بدله، واذا وجد مع طالبا كلية الاداب اسمها سوسن تحكم قانونا. حد سأل عليا يا بدر؟ طيب هات ابوك انا هنا خد بالك. قلتيلي بقى يعني هو ما يعرفش دلوقتي انت ايه بالظبط؟ لا تلاقيه خد فكره عنك زي الزيف بدل ما اتصلتيش بيه لحد دلوقتي. اعمل ايه؟ ما انت عارفه ازاي خدوني من طياره لطياره. يبقى هو كان بيقصدك بالمقاله اللي اتنشرت امبارح في الجريده. مقاله؟ بيقول فيها ايه؟ كتب يوميات بعنوان الجاره الغامضه. الظاهر عليكي. قال فيها ايه؟ هتشوفيها لما توصلي البيت، حاجات كده زي اللي بنذاكرها في شيلي وبايرون. بمناسبة شيلي وبايرون، انت متابعة المكرر علينا كويس؟ اطمني خالص، كل محاضرة بناخدها بنديها لك نقل مسطرة. الطريقة اللي بحمد بيها ربنا على سلامتك يا حبيبتي. يا ماما انت لازم تتعودي على الحكاية دي، الرحلات دي لازم تبقى عندك روتين. انا بشتغل مضيفة بقالي 26 مش 6 ايام. لما يبقى لك 6 سنين في الشغلانة دي برضو هفضل مستنياكي وانت راجعة بنفس القلق والخوف اللي حسيت بيهم في اول مرة. لولا امال منور عليا البيت في غيابك كان زماني اتجننت. الحقيقة احنا مش عارفين نودي جمايل امل فين. ما تقوليش الكلام ده يا سوسن، انت بتكتفيني. امال انا اقول ايه في جميلك وجميل مامتك عليا؟ امالي يا حبيبتي لازم تعرفي انك صاحبة بيت. ايه الفرق بين خالتك ومامتك الله يرحمها؟ انا فعلا حاسه هنا اني صاحبة بيت، وده احساس ما حسيتوش في بيت ابويا اللي جابني. ما تزعليش في نفسك من باباكي، انا الذنب مش عليك.
الذنب على مراته اللي معرفتش تاخدك في صفها. انا متاكده ان باباكي متعذب لانك عايشه بعيد عنه. طول عمري كلامك زي البلسم يا طنط. يلا يا ولاد يلا اطلعوا غيروا هدومكم علشان تتعشوا. يلا ده واخد عقلك يا فنابو. الراجل ده بيكتب حلو قوي. احنا حصل لنا خفقان في القلب ولا ايه؟ خفقان ايه بس يا قلبي؟ يعني طبابان. والنبي تسكتي. ايه الحاجات دي تيجي بسهوله كده؟ بصعبها لك يا حبيبتي. هو الحب في نظرك يبقى حب بعد كم ليله ارق ولتر دموع؟ حب ايه بس؟ ايه اللي يخلي راجل زي ده يفكر فيه؟ والمقاله دي يا حظ التجاره الغامضه والالفاظ اللي مليانه عواطف دي برضه مش تفكير فيكي؟ ممكن تقولي ان انفعاله بتجربه الطياره الهامه مقاله هتروح لحالها. يعني المساله بقت مساله الهام. طب تسمعي يا ملهمه الادباء والكتاب تقولي تغيري هدومك علشان بطني بوصوت من الجوع. ما تقابلنا احنا الاثنين كان يوم اثنين مش كده يا سلطان؟ طيب انا هوريك. معلش معلش حقك عليا مش هقول لك يا بنت. هنعمل ايه واحنا بنتعشى؟ هنعمل ايه يعني؟ هنتعشى واحنا بنتعشى؟ هنسمع راديو واحنا بنتعشى. في غنى ودينا؟ لا هنسمع البرنامج الثاني. في رواية الليلة مقررة علينا. يعني ما قلتليش عليها. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم هيث كليف. هيث كليف في رواية مرتفعات وذرينج دراسة كتبها ضياء الدين ببرد وأخرجها أحمد زكي. بلا مقررة بلا زفت. ناكل بالسكات. جرائية يا طنط. في ايه؟ جرائية يا امال. انت هتفتحي لي محضر ولا ايه؟ انا اسفة يا طنط. ماما. انت جرحتيها جرح فظيع. انا اسفة. انا ما قدرتش امسك اعصابي. مش فاهم. مفيش أزمة وفاتت بس ما قدرتش أسمع اسم الرواية دي. مرتفعات وزري؟ أيوه. ليه يا ماما؟ مفيش حكاية قديمة. أقدر أعرفها؟ مفيش داعي. أنا نفسي عايزة أنساها. حتى بنتك سوسنتك أمورتك مش ممكن تعرفها. سوسن أرجوك يا حبيبتي بلاش كتر أسئلة. دي لازم حاجة جامدة أوي. سوسن أنا آسفة. أنا اللي آسفة يا حبيبتي. أمال زعلت. سوسن اطلعي فوق يا حبيبتي وصالحيها وما تنزليش من غيرها. ولما تنزل أنا هعتذر لها. حاضر.
أنا أسوأ يا حبيبتي. إيه الفرق بين خالتك ومامتك الله يرحمها؟ أنت تزعلي من مامتك؟ لا أبدا، أنا زعلت من نفسي لأني زعلتك من غير ما أعرف. دي كانت أزمة وعدت. يلا يا بنات كل، أحسن الأكل برد وسخناه تاني. يلا. أمال، إذا كنت عايزة تفتحي الراديو على البرنامج ده افتحي يا حبيبتي. متشكرة يا فندم، خلينا أحسن ندردش وإحنا بناكل. الدكتور صابر على التليفون يا فندم، عايز يكلم حضرتك. قول له بتتعشى، كلم بكرة. حاضر. الراجل حقيقة يا ماما. يا ريت يا بنتي. على الأقل أستريح من ملاحقته. راجل طيب صحيح، لكن لكن إيه بس يا ماما؟ إذا كان المفروض أنا اللي أعرض في جوازة زي دي موافقة، ما تتكلمي يا ناس. هتتكلم تقول إيه يا بنتي؟ الله، بعد ما شافه طول مقسوم. أنت بتداري عنك العين ولا إيه يا ماما؟ أنت عارفة كويس إن لما بنمشي مع بعض وبيشوفونا الناس بيقولوا أخت صغيرة وأخت كبير. يا منافقة. منافقة ليه يا ماما؟ أنا شايفة إن الدكتور صابر. بلاش يا بنتي سيرة صابر ده ولا. إذا كان بعد المرحوم أبوك ما مات ما اتجوزتش، هتجوز دلوقتي. بس يا ماما. بلاش. اسمعي بنتي، انت اللي ليا في الدنيا، انا مش عايزه حد غيرك ابدا. ربنا يخليك ليا يا سوسن يا حبيبتي. معيك فلس خالص. تعرفي انت لو كنت محررة عندنا كان زمانك اترفتي من زمان. طب الحمد لله اني مش محررة عندكم. لكن قول يا استاذ وحيد، مين الجارة الغامضة دي؟ ما بتردش ليه؟ سؤال صعب قوي يظهر. لا مش صعب قوي ولا حاجة. اسمع ما قولي، انت عارف النمرة اللي طلبتيني فيها؟ حطي بدل الخمسة اللي في الوسط سبعة، اهدي نمرتك الخصوصية وتسوبيني فيها. طب ارفار مؤقتا على مطلوبك في النمرة الثانية. قوليلي بقى. الو مين انت؟ دي بسيوني يا فندم. موجود. بسيوني مين يا فندم؟ بسيوني احمد بسيوني؟ لا يا فندم النمره غلط. ايه غلط؟ وانا مش عارف صوتك يا سيباسيوني. انا خلك موافي بسيوني. يا سيدي قلنا ان النمره غلط، من فضلك اقفل السكه. ايه يا بسيوني؟ وانا اكتر ضرب؟ انا بكلمك من المحطه وجنب خالتك امن، والدنيا ليا لا تعاني وما رضيتش تروح له قنطي. يا سيدي انا في عرضك، النمره غلط، قلنا لك ان النمره غلط. غلط ازاي بقى يا رجول؟ اهو اللي حصل يا سيدي، قلت لك والله النمره غلط. ارجوك انا في عرضك، اقفل السكه بقى. ايوه فهمت دلوقتي. قول انك انت كبرت عليني ومتعلم مني، مش النمره غلط. طب قسما بالله العظيم ثلاثة انت مسيوس. استغفر الله العظيم يا سيدي، والله انا مضطر اقفل السكه في وش حضرتك. الو ايه الحكايه؟ يظهر اللي بيعرفوا النمره الخاصه كتير. كانت نمره غلط يجوز، وانا ليا عندي سيادتك عشان اصدق المسدس.
تضحك؟ يظهر ان قلت نكتة من غير ما احس. لا لا فعلا نكتة لطيفة او حكاية سيادتك دي. ايه الواجب والاصول؟ لا لا انت باين عليكي متنرفزة قوي. لا قوليلي انت خدتيني في دوكة كده، انت ما سألتيش قبل كده ليه؟ مشغوليات، كان عندي عذر. لا ما انا شفته. ايه هو العذر؟ مش فاهمه. اللي كان بالاماره لابس بدل الطيران نهار ما وصل الطياره. الطياره؟ حكي على ايه؟ الظاهر اني قلت نكته ولا مش حاجه. فعلا نكته لطيفه قوي هايله، حكايه عذري اللي لابس بدل الطيران دي. طبعا انت عايز تعرف الحكايه ايه؟ هبقولها لك واحنا بنراجع الحديث اللي عملته معاك لمجله الكليه. امتى؟ طب وليه مش دلوقتي؟ وهو كذلك بكره الساعه 4 بعد الظهر. واش وهو كذلك بكره الساعه 4 بعد الظهر. الو استاذ وحيد، اجي لك امتى اروح عشان اعرض عليك الحديث؟ بكره وبعد بكره عشان تمرني على الصحافه، وبعد بعده على سن. لا طب ده أكثر مما أستحق. ده رأيك الشخصي، المهم رأيك كصحفي. الحديث مكتوب كويس؟ أوي، شخصيتك باينة فيه. المهم في الحديث الصحفي إنه ما يتعملش على شكل اثنين وجيم وخلاص. المهم في اللي بيكتبه إنه يسجل فيه انطباعات. يا ترى انا نجحت بكده؟ جدا. يعني لما اتخرج من الجامعه مش هسوق؟ الاقي عندكم مكان ليا؟ انا اضمن ليك الحكايه دي. بس انت بتبذل كتير، اضمن منين الاقيك ساعتها؟ اطمني يا سوسن، وقتها هتعرفي تلاقيني. شفت بقى؟ يبقى اللي انا كاتباه عن حضرتك في اول الحديث مظبوط. قصدك يعني لما قلتي ان الانطباع الاول الذي يخالج الانسان لدى رؤيته حضرتي انني انسان يمكن الاعتماد عليه، مش كده؟ تمام. على كل حال دي حاجه انا احب انها تكون موجوده فيا. ويا ترى الانطباع ده جالك منين؟ مش عارفه، يمكن اكون متاثره مش بس بمقابلتي ليك في الطياره، يمكن اكون كمان متاثره باللي قريته لك. الحقيقه انت من الناس اللي الواحد يشوفهم اول مره يحس ان كان بيعرفهم قبل كده بكتير. قبل ما يعرف مثلا كابتن عزيز؟ رجعنا بقى للضحك اللي مش هو برضه اللي منعك انك تيجي او تسالي لغايه امبارح؟ لا يا وحيد، لا يا استاذ وحيد، كابتن عزيز ده زميلي. زميلك في الجامعه؟ لا، الشركه. شركه؟ شركه ايه؟ شركه الطيران اللي بشتغل فيها. الله، انت بتشتغلي في شركه طيران ولا بتشتغلي في ميزه في الجامعه؟ الاثنين. بتشتغلي ايه؟ مضيفه جويه. الله، امال أظني عايز تسأل أمال ليه كنت خايفة في الطيارة؟ أنا تظاهرت بالخوف عشان الفروسية اللي قدام كل الرجالة تتحرك فيه، قمت تنسى خوفك عشان تنسيني خوف. لا ده أنت الواحد بقى يبتدي يخاف منك. أبدا بالعكس، ده الواحد يعرف من الحكاية دي إنك مستعد تنسى أزمتك الشخصية قصاد أزمات الآخرين. ويا ترى أثناء اشتغالك كمضيفة كده محدش أعجب بيكي، محدش طلب إيدك ولا حاجة؟ كتير، بس مفيش واحد منهم عارف يختار الوقت المناسب. ترى ايه الوقت المناسب في نظرك؟ انه يخليني احبه. فعلا الحب هو الاساس الصح للزواج الصح. حضرتك يظهر ما سبقتش حبيت. ليه؟ عشان ما اتجوزتش لحد دلوقتي. انت بتكلميني كده كانك عايزه تقولي ان قصد الزواج خاتم. ابدا بالعكس، أنا بقولها وأنا بسأل نفسي، يا ترى كان بنت حست بالتعاسة عشان ما قدرتش تخليك تحبها؟ أستاذ وحيد، في سؤال نسيت أسألهولك في الحديث ده. إيه هو؟ يا ترى دلوقتي مفيش في حياتك واحدة ست؟ في. مين؟ واحدة ست قلبها طيب، المرض هد حيلها. لكن ده ما قدرش يمنعها انها كل يوم تصلي الفجر حاضر علشان تطلب نفسها طول العمر وتعيش وتشوف لي اولاد. مامتك؟ ايوه. ياه ايه؟ اخرتي؟
كتير. طيب انما لازم اشوفك تاني عشان مراجع الحديث الصف النهائي. طبعا طبعا. بكره كويس؟ لا بكره هكون في اتينا. اتينا. واول ما ارجع هتصل بيك في التليفون. وهو كذلك. امتى؟ لسه واصلة دلوقتي. انا بكلمك من المطار. قلت اشوفك فاضي امتى عشان افوت عليك نراجع الحديث. الساعة كام؟ انتش مرتبط بمواعيد؟ مفيش غير ماتش الكورة الساعة 3 النهاردة الاهلي والزمالك. والنبي يا بختك. لو كنت اعرف كنت حجزت تذاكر قبل الصف. احنا فيها التذاكر موجودة. طب اشوف وياك الماتش لو ما عندكش مانع. بالعكس ده انا بقى سعيد خالص خصوصا اننا هنغلب النهارده. قصدك الزمالك طبعا. زمالك؟ زمالك مين؟ الاهلي. اهلي ايه يا استاذ اللي انت بتقول عليه؟ الزمالك. طيب هتشوف. انت اللي هتشوف. نعم اقول لك اذا كان فيها زعل نتقابل في حته ثانيه علشان ما تشوفناش الملعب واحنا بنخلط عليكم. لا بس يا رب انت اللي ما تزعلش وتجيب وياك عداد عشان تعد الاجوان اللي هنجيبها عليكم. اتمتعت بالماتش؟ انت حقك تتريقي. الم طلعتوا معانا درون؟ ده من حسن حظكم. شفت احنا كنا بنلعب ازاي؟ بذمتك انت شفت اللعب؟ يعني هو انت اللي شفت حاجه؟ حاجة غريبة. ايه؟ تصوري ده أول ماتش أحضره ومشوفوش. ما خدتش بالي غير من صفارة الحكم وهو بيبتدي والراجل اللي داس على رجلي. خلاص هتتركني الولاعة دي. ليه؟ البوتاجاز بتاعها خلص. وريني. مش ملاحظة إننا ما رجعناش الحديث ولا حاجة. بعد ما أرجع من رحلة بكرة. على فين؟ جنيف إن شاء الله. إيه ده بوتاجاز عشان ولاها موصيني عليه واحد زميلي. زميلك في الكلية ولا في الصحافة؟
تبقى للصحافة. أستاذ وحيد. سلام عليك يا أمال. وآخرتها؟ آخرة إيه؟ آخرة العلاقة دي. علاقة؟ علاقة دي بلاش نسميها علاقة، نسميها مقابلات، اتصالات، سميها الاسم اللي يعجبك. المهم إيه آخرتها؟ ضروري يكون لها آخر، كل شيء في الدنيا له آخر. وعندك حق. والله يا أمال ما فكرتش بآخرتها، لأن صلتي بوحيد، بالأستاذ وحيد، مجرد صداقة بريئة تلمذة. تلمذة؟ أحب أثبت لك إن علاقتك بوحيد حكاية كبيرة في حياتك. قصدك إيه؟ قصدي مامتك مثلا، تعرف إنك على اتصال بي؟ لا. ليه؟ عشان ماما يمكن ما تفهمش طبيعة اتصالي بي، يمكن تسيء الظن زيك. وماما هتسيء الظن ليه؟ ما هي بترد على تليفوناتك وعارفه كل زملائك بالاسم. بس ده مش مهم. وتفتكري ان مامتك اللي سمحت لك تشتغلي مضيفه وتباتي بره البيت وبره الجمهوريه 3 ليالي في الاسبوع، تفتكري هتمنعك تكلميه؟ اهو ده اللي جرى، اهو ده اللي جرى السيئه. امال سوسن، احساسي انك بتعتبري صلتك بوحيد سامي سر خاص بيكي، وبتحاولي ان يكون ملكك لوحدك. سر جميل. المحير. وايه اللي محيرك يا ظهرة السوشن يا حبيبتي؟ الله مش عارفة يا امال. محيرك مثلا انك مش قادرة تعرفي اذا كان بيبادلك نفس الشعور ولا لا؟ ما حاولتش اسأل نفسي السؤال ده. ليه؟ لان في سؤال قبله لازم اعرف الاجابة عليه قبل ما اسأل نفسي اي سؤال تاني. وايه هو السؤال ده؟ يا ترى انا نفسي شعوري ايه ناحية وحيد سام؟ ما قلت لي شعورك ايه؟ شعورك في مشكلة زي اللي بتقريها دي. الحل اللي انت نصحت بيه القراءة ده مش عاجبني. يعني كنت عايزاها تدفن نفسها بالحياة وتتجوز راجل في سن ابوها؟ الكلام ده ما بقلوش مكان في ظروف حياتنا اللي احنا فيها دلوقتي. الشاب من 20 سنة كان بيتخرج من الجامعة يلاقي الطريق لمستقبله جاهز من الاول، ما عليه الا انه يختار. ودلوقتي بيضطر يضيع يمكن 10 سنين في محاولات وتجارب واخطاء لغاية ما يبني نفسه ويتحس الطريق. وبعدين يحتاج لكذا سنة بعد كده عشان يقدر يواجه اعباء فتح جديد. كان الجواز عند الراجل الاخر قطع. يعني انت من رايك ان قارئه زي دي ممكن تتجوز راجل زي ده على الرغم من فرق السن بينهم؟ ليه لا؟ عن اذنك لحسن تاخر كده. هتتصلي طبعا. ها؟ على فكره. ايه ده؟ استحمل. عشان ولعتك ما تتركنيش. هنا استاذنا. عايزين شوية امضاءات منك، الاجراءات العادية بتاعت الباسبور وادارة النقل. ليه؟ عشان رحلتك الجديدة. رحلتي الجديدة؟ الظاهر ان بقيت اخر من يعرف في الجورنال ده. ليه؟ انت ما انتش عارف ان مجلس الادارة مقرر لك رحلة جديدة الى قلب افريقيا؟ عارف، بس ما كنتش فاكر انها اتحددت بالسرعة دي. ايه يعني عايز تسافر بعد المشاكل ما تكون خلصت؟ لا مش قصدي يعني، بس سليم انا حاسس بحاجة غريبة. حاجة زي ايه؟ انا تعبت من كتر السفر، 20 سنة وانا بسافر، عايز استريح، عايز احس بشيء من الاستقرار. استقرار؟ قول كده. اديك فهمت. طبعا فهمت. الف مبروك يا اخي، الف مبروك. الله يبارك. ايه مبروك عليك. والفرح امتى ان شاء الله؟ فرح ايه؟ ان
انت مش بتقول انك عايز تستقر؟ طب مش جدل دي؟ ايه؟ هو في استقرار في الدنيا غير الجواز؟ وبعد 7 سنين شلة اطفال صغيرين، ونبقى نعمل لهم كمان اوضه مخصوص جنبنا هنا في البرنامج. سليم، ما احلى اقول لك انك كرمت. وحيد، انت لحد امتى هتكابر؟ البنت دي عملت تغيير شامل في حياتي. افرض ان ده صحيح. افرض ان سوسن فعلا صارت في حياتي. اخرتها ايه؟ اخرتها ايه يا راجل انت؟ اخرتها سنة الله ورسوله. لكن ايه اللي هيدفعها انها تربط حياتها بيه؟ بتحبك بتحبك وهي دي عايزه كلام. مش يمكن يكون اللي بربطها بيا هو الاعجاب مش الحب. مش هكون خدعتها لو خليتها تتجوزني من غير ما تكون متاكده من شعورها نحوي؟ بسيطه. سافر رحلتها وفي اثناء الرحله تكون هي اختبرت شعورها وانت اختبرت شعورها. المصيبه ان انا ما اقدرش اتحمل فكره ان اقدر ابعد عنها لمده 6 شهور كامله. اخ تبقى وقعت يا حلو ولا حدش سمع عليك. على كل حال انا هحاول اجرب ان ابعد عنها لمده اسبوع كامل عدت في البيت. بقى تكون هي قدرت تختبر شعورها نحوي. دي هتقلب عليك الدنيا تليفونات. خصوصا انا هحتل اوضتك دي اثناء غيابك لانها اوضه بحري وظريف. تعرف طبعا الرد هيكون ايه؟ مش موجود. انت فاكر الفيلسوف اللي قال انا افكر اذا انا موجود؟ فاكره؟ ديكارت. ديكارت، برافو عليك. اه لو ديكارت كان عايش وشافك وانت بتقول انا احب اذا انا غير موجود. أيوة مش موجود. ما هو انت تشوف لك طريقة بقى. أنا دماغي وجعتني من كتر ما بقول مش موجود مش موجود مش موجود. إيه؟ هشتغل لكم مدير جورنان ولا قاضي غرام؟ أنا بس. بس إيه يا أخي؟ عايزها تعمل لك إيه؟ تقف وسط ميدان التحرير وتحلف قدام ميكروفونات وتقول إنها بتحبك؟ عايزها تعمل اعلان دوري في الجورنال تؤكد فيها انها بتحبك؟ ما هو ايه؟ تعال كلمني هنا بصراحه. انت بتهرب من سوسن ولا من فكره جوازك من سوسن؟ انا لو عرفت الجواب على السؤال ده كنت استريحت. يا استاذ دي المره ال20 في 5 ايام وحضرتك تقول لي مش موجود. والله العظيم يا مدموزيل مش موجود. ما هو كلامك ده مش معقول. ما دام مش موجود يبقى يا مسافر يا عيان. والله يا مدموزيل انا ما كنتش عايز اقول لك، انما في حاجه مهمه قوي. مهمه قوي، ارجوك تقول. الحقيقه هو عيان. عيان؟ طب هو فين؟ طبعا هو في بيته. ها؟ عنوانه؟ لا 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 ما اقدرش. اللي ارجوك ما تتعبنيش، انا ممكن اعرفه. اعمل معروف، اديني العنوان. مجرد ابعت له بوكيه ورد. اذا كان على بوكيه ورد مفيش معنى. عنوانه شارع الورد نمره 9 جاردن سيتي. شقه الاستاذ وحيد؟ ايوه يا بنتي، اتفضلي. اي خدمه؟ الأستاذ وحيد إزاي حاله دلوقتي؟ كويس. هو ماله؟ هو مش أنت مش عيان؟ لا مش عيان ولا حاجة. تعالي اقعدي استريحي. استريحي يا بنتي. سوسن.
الو سوسن، مين عاوزها؟ لازم استاذ وحيد. ايوه، هي راحت المطار؟ هتاخد طيارة الساعة 4؟ سوسن وحيد، اسمحي لي بكلمة. عن إذنكم عايز أعرف قبل كل حاجة، أنت هربان مني ليه؟ عملت لك إيه؟ سيبك من الحكاية دي دلوقتي، أنا عايزك في حكاية ما تحتملش التأخير. عرفت إن هنا إزاي؟ أمال قالت لي في التليفون إنك رحت المطار. عايز تفهمني إنك جاي مخصوص عشان تشوفني؟ أيوه، أنا اتقربت لرحلة وسط أفريقيا. قد إيه؟ 6 شهور على الأقل. 6 شهور؟ أيوه. أنت قاعد تهرب مني المدة دي كلها، وبعدين جاي تشوفني قبل ما تقوم الطيارة بدقايق عشان تقول لي كده. تقريبا، إيه رأيك؟ رأيي؟ بتقول 6 شهور؟ أيوه. 6 شهور؟ أوحشك؟ في إيه؟ أنا قلت لك إن الرحلة قررتها، لكن ما قلتش أنا قررت إيه. قررت إيه؟ قررت أجلها شوية. ليه؟ مش عارف. زهقت من السفر واللف والدوران. عايزة أستريح شوية. هتأجلها لإمتى؟ شهرين. يعني برضه مصيرك تسافر؟ أيوه صحيح، مصير أسافر. لكن قبل كل حاجة، عايز أخد رأيك في حاجة مهمة. فخدت سر رحلتك؟ لا، خدت سر حياتي كله. إزاي؟ أقولك. لكن لا. لا ليه؟ ما تتكلم. أما ترجعي بالسلامة قولي. أنت راجعة إمتى؟ يوم السبت إن شاء الله. طيب، أنا هستشيرك في الحاجة دي لما ترجعي بالسلامة. والنهاردة إيه من يوم السبت؟ أنت وهوشتني. ما تخافيش، ما فيهاش حاجة توهوش. أمال إيه بس؟ بعدين بعدين، يوم السبت. طب اديني بس ولو مجرد فكرة. لا أحسن تعرفي كل حاجة على بعضها. لا أنت صعب أوي، يعني ما فيش فايدة، خليك تتكلم. أما ترجعي أحسن. أنا مضطر أرجع الجريدة دلوقتي عشان لسه ما كتبتش اليوميات. أشوف وشك بخير. ليه بس يا بني؟ يا دكتور صابر أرجوك ما تحرجنيش. أنا سبق قلت لك لأ. أنت ناوية تضيعي كام سنة من عمرنا تاني؟ 10 سنين دلوقتي، وأنا ما بسمعش منك غير كلمة لأ لأ. بهيجة، جه الوقت اللي لازم تقوليلي فيه أيوه. يا دكتور، كل شيء اسمه ونصيب. ده بالنسبة لي أخ، بالنسبة للأسرة طبيب مثل فيه محترم. أرجوك ما تلحش في حكاية الجواز. طيب يا ستي، أنا مش هلح، لكن مش هفقد الأمل. أنا صابر وهفضل صابر. ده الصبر من كتر صبر اشتكى مني يا بهيجة. لتنتقم، عدت لتشتري أملاكنا وتدوس على كبريائنا جميعا بأموالك التي حصلت عليها في عالمك الجديد. كاترين معبودتي، بالله عليك لا تمضي في تعذيبي ولا تقسي علي ولا تسيئي فهمي.
ليس من خلقي ان انتقم. فقري عينا، تستطيعين تعذيبي كيفما شئت لتسلي نفسك يا كاترين. لقد تركتك يا كاترين وكل ثقه بانك سوف تنتظرينني الى ان اعود واطلبك بعد ان انجح في تكوين ثروه ترفعني الى مستواك. ولكني عدت اجدك تزوجت. يا الهي اني اتعذب، اني في جحيم. كاتي احبك احبك. لو تدري كم احبك انا الاخرى. ولكني تزوجت، زوجوني منه غصبا وعدوان. لم يعد لنا امل في الحياه، فعد الى حيث جئت. كلا يا كدي، لقد طردني اهلك كالكلب الحقير من هنا 7 سنوات، واليوم اعود سيدا، افرض مشيئتي واشتري بذهبي ذلك القصر الذي ذقت فيه الذل والهوان. انا اعرف ان اهلك في ضيقه، وانهم يعرضون هذا القصر للبيع، وساشتريه، سادفع فيه ما لا يستطيع احد ان يدفعه، ثم اضعه تحت قدمي. يا الهي هيثكليف، انك تخيفني. لست هيثكليف الذي كلفت به واحببته ووددت لو فديته بروحي وشبابي ونور عيني. هيثكليف، اني ارفض هديتك الذميمه، المعجون فيما الحقت، المغموس في وحي الكراهية. باب ايه في ايه يا مرموزيب؟ يا كمان برضو عايز اكرر نفس الملاحظة اللي قلناها في بروفات امبارح واول امبارح. الحركة يا كمان، الحركة. عايزك ما تقفش ابدا وانت بتتكلم. انت مش بتقول حتة محفوظات يا كمان، انت بتمثل، بتنفعل، بتحب يا كمان. عايز احس من صوتك انك بتحب اللي قدامك وانت بتقول لها الكلام ده. المخرج عايز يحس ان كمال بيحب بهيجة. يظهر ان المخرج اخر من يعلم. كمال انت لسه مروحتش؟ حصلك لقيت حد لا احنا معروف، احنا مش ناقصين تشجيع من الطلبة ومن المجلات. وفيها ايه بس يا ستي؟ كلهم عرفوا خلاص ان بيحبوا بعض، هنتجوز بعض. معلش يا كمال، كلها اسبوع ونعمل الحفله واسبوع تاني ونمتحن ونبقى لبعضنا. معلش عن اسمك. بهيجه. نعم يا كمال بحبك. امين، هنعمل هبوط اضطراري، مش هنقدر نستمر. ادي اشاره حدد لهم المنطقه. الله، ده في طياره من بتوعنا حصل لها حادث. اسماعيل. اسماعيليه؟ حادث هبوط اضطراري بالقرب من الاسماعيليه. اضطرت احدى طائرات نقل الركاب المدنيه التي قام الظهر اليوم لاتينا الى عمل هبوط اضطراري بالقرب من الاسماعيليه، ولم تحدث خسائر في الارواح، وان كان بعض الركاب وبعض طاقم الطائره قد اصيبوا بجراح استدعت نقلهم الى مستشفى هيئه القنابل الاسماعيليه. وليس للنشر، سنوافيكم بقائمه باسماء المصابين بعد قليل. الو امان، معي. الحمد لله على سلامتك يا سوسن. الحمد لله. اتفضل يا وحيد. يا استاذ وحيد، انت لحقت تعرف؟ ربنا اراد نتقابل يوم الخميس مش يوم السبت. الحمد لله، قدر لطف. ماما عرفت؟ لا لسه. الخبر جانا على التيكرز العربي بتاع الجريده، اتصلت بامال قلت لها ما تقولش لماما مؤاتا اللي حصل، لو عرفت ربما ده ياثر على اعصابها. امال انت جيت ازاي يا امال؟ انا اتحجبت اني رايحه ابات عند واحده ملت عشان عيانه، وجيت مع الاستاذ وحيد عشان اقعد معاكي لغايه ما ينفذ الخطه اللي هينقل بيها الخبر لماما.
خطة؟ هو في خطة؟ أيوه في خطة، بس دي متوقفة عليك أنت. إزاي؟ أنت فاكرة حديثنا من 4 ساعات قبل ما تقوم الطيارة؟ طبعا. مش كان ورانا معاد يوم السبت عشان آخد رأيك في حاجة؟ أيوه. طب أنا هاخد رأيك دلوقتي. عظيم. انت لسه مصممة على رأيك ان الفرق كبير في السن بين الزوجين ما يقفش حايل بين سعادتهم؟ طبعا. حتى بالنسبة لك انت شخصيا؟ بالنسبة لي انا؟ ايوه. يعني ولا يعني اللي ترضيه للغير ما ترضيهوش لنفسك؟ لا مش قصدي الركش طبعا مع الشخص نفسه. طب اذا كان في شخص بيحبك ويعبدك وعايز يكرس كل حياته وتجاربه في سبيل سعادتك توافق؟ سكتي ليه؟ بيقول السكوت علامة الرضا. أنا عندي ليك الشخص ده يا سوسة، هو صحفي سنه حوالي 40 سنة، أعزب. آخر مرة فكر إنه يتجوز كان من 20 سنة، وأنت اللي خليتيه يفكر في إنه يتجوز من جديد بعد ما كان قرر إنه يعيش طول عمره وحداني، إنما بعد ما عرفت أصبح الجواز هو الجنة اللي بيفكر فيها وبيحلم بيها. يبقى مين؟ أطردي، يبقى مين؟ يبقى الخواف. طيب انا هسيبك دلوقتي في رعايه الله مع امان. بس المهم ماما تعرف خبر الحادثه منك قبل ما تعرفه من الجرايد. طبعا انا هتقدم لها كشخص عاوز يخطبك، وبعدين بصنعت لطافه اقول لها على الخبر، واجيبها معايا الصبح بدري عشان تزورك. بس المهم بقى ايه؟ المهم انك انت تنامي وتستريحي وتحلمي احلام سعيده. احلم بيك انت يا سوسن. قالي في واحد تحت عايز يقابل حضرتك دلوقتي الساعة 11 وده وقت المقابلة. أنا قلت له كده، قال لي إن المسألة مهمة خالص. مين بس؟ ما أعرفش، هو إداني الكارت ده. وحيد سامي. وحيد سامي. الله، إيه اللي يخلي صحفي كبير زي ده يجي في وقت زي ده؟ عايز مني إيه يا ترى؟ طيب خليه يتفضل في الصالون، أنا هلبس ونتفضل. أهلا وسهلا. توحشتني قوي يا كمال. الله، لكن ده السفرجي جاب لي كارت اسمه وحيد. وحيد سامي. انا هو وحيد سامي. انا مش فاهمه حاجه ابدا. وحيد سامي اسم شهره بتاع كمال السنوسي. وحيد سامي الاسم اللي اختاره لي اول رئيس تحرير الشغل بتاعي معاه. طيب تعال تعال. تعرف انك ما تغيرتش عن زمان؟ مليت شوية يمكن. شوية صغيرين، لكن كده احسن شوية من زمان. كمال، وانا تغيرت شوية. بان عليا الكبر؟ ابدا، احلويتي النعيمة بهيجة علي عمل. الانسان لما بيشيل الهم بينطبع شقاها على صفحة وشه، وده بيضيف سنين كتير على عمره. يعني ال20 سنة اللي فاتوا من عمرنا مش باينين على وشي. لا اطمني.
كمال هو كمال، لسانه الحلو اللي بينقط عسل. كمال ملوش وجود من 20 سنة. أنا اسمي دلوقت وحيد سامي. اسمك بالنسبة لي هيفضل كمال، فما تحرمنيش من إني أناديك بيه زي زمان. قول، أنت قعدت تدور علي المدة دي كلها مش كده؟ لا أبدا، أنا بطلت أدور عليكي من يوم ما اتنشر خبر جوازك في الأهرام 11 يونيو سنة 1940. ده لسه فاكر التاريخ ده؟ ولا تاريخ يتنسي. طبعا كرهتني لما قريت الخبر ده. لا أبدا. مش معقول، كان لازم تكرهني إذا كنت بتحبني. أنا مش محتاج أقولك أنا كنت بحبك قد إيه، ومع ذلك ما قدرتش أكرهك. أنا كرهت نفسي كمال. لا، حتى كرهت نفسي تعبير ما هو سليم. صح أني احتقرت نفسي. ليه يا كمال؟ افتكرت نفسي لاني صدقتك في يوم من الايام، لاني خدعتك جازت عليا. كمان لاني قضيت وقت احلم فيه بالبيت السعيد اللي كان هيضمنا سوا. فاكره؟ طيب ما سالتش نفسك ايه سر اللي جرى؟ ما كنتش في احتياج للسؤال. انت مش غدرت بيا بس، انت غدرت بالكليه كلها. انا عمري ما هنسى منظر العميد وهو واقف على خشبة المسرح وعرق الكسوف مغرق وشه وهو بيعتذر عن عدم إقامة الحفلة لتغيب بطل المسرحية. كانت أجمل فترة في حياتي، الفترة اللي عملنا فيها بروفات الرواية. الفترة اللي اتسليتي عليا فيها مش كده؟ الفترة اللي كنت أقدر أقابلك فيها وأكلمك من غير ما حد في الكلية يتكلم علي، وأبص في عينيك وأقول لك إني بحبك بعبدك من غير ما حد يقدس علينا، لأنه كان من حوار الرواية. فاكر الرواية يا كمال؟ كل ما تيجي سيرة الرواية دي بحس ان عمري ضاع مني. والله انا مش شايف ان عمرك ضاع منك ولا حاجة. عمري ضاع مني من يوم انت ما ضعتني. اه يا كمال لو تعرف قد ايه انا تعبت. وايه اللي خلانك؟ ظروف اقوى مني يا كمال، غصب عني كنت معذورة. معذورة؟ انا عارف عمري. صحيح يا كمال، عرفت عذري؟ ده انا مش عرفته بس، ده انا شايفه كمان. قصر الكبير اللي انت عايشه فيه ده، كل ده مش عذر. فانا اقدر اوفر لك كل ده. كمان هتندم على قسوتك. مفيش كمان، الموجود دلوقتي قدامك اسمه وحيد. كمان ما افتكرش مهما قسيت عليك هقدر انتقم لثانيه واحده من العذاب اللي شفته منك. وانا اللي افتكرت انك قعدت 20 سنة تدور عليا لغايه ما عرفت طريقي، وجيت علشان تصلح اللي عمله الزمن فيه. أتريد جاي تنتقم؟ انتقم يا هيسكليف سنة 60. هيسكليف نسيته يا كمال؟ ده كان دورك قصادي في رواية مرتفعات ويزرينج. هيسكليف اللي حب وفشل في حبه فهاجر ورجع مليونير علشان يشتري عزبة اللي أهانوه. جاي بعد 20 سنة علشان تنتقم؟ في عندك فكرة علشان تشتري بيتي مثلا؟ ثلاثة، ما كونتش ثروة أقدر أشتري بيها أوضة واحدة من الأوض اللي عندك. آه فهمت. إذا هيسكليف سنة 60 جاي ينتقم انتقام من نوع جديد. جاي مثلا تعايرني بالسعادة المنزلية اللي أنت عايشها؟ جاي توريني صورة مراتك وولادك؟ أنا ما اتجوزتش. أبدا. 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 صحيح. يا كمال، أنت ما حبيتش بعدي. أنا كنت محتاج لعشرين سنة علشان أنسى الألم اللي اديتهولي. آه يا كمان لو تعرف إني ماليش يد في الألم ده. أنا هقولك على كل حاجة. مش عاوز أعرف حاجة. مش معقول. كمان قول إنك جيت علشان تعوضني اللي فات، وعمري اللي ضاع، العشرين سنة اللي كل يوم كان بيفوت منها ملوش طعم ولا لون. قول إن سبب مجيك هنا علشان تلم شبنا من جديد. طبعاً الهانم اتجوزت الاول علشان الفلوس، بس دلوقتي ما عندهاش مانع تدور على جوز مناسب تشتريه علشان تدخل بيه المجتمع. كمان اهرب. انا خارج يا بهيجة من غير ما تقول. كمان بس وانت خارج لازم تعرف حاجة، اني انا عمري ما حبيت اي انسان غيرك، واني لسه بحبك رغم انك جرحت كرامتي جرح ملوش داعي، واني لو كنت عايزة زوج ما كانش في أي داعي إني أنتظر 20 سنة بعد جوزي ما مات. جوزك مات من 20 سنة؟
من تاني شهر ما اتجوزت. يا بلاش شهر واحد جواز يا بهيجة من أبوك كام؟ 100,000 200,000 نص مليون؟ وزع إهاناتك وتفنن فيها يا كمان. أرجوك ما تخليش شتيمة إلا وتقولها لي. خليني أكرهك علشان ما حسش بأكبر مصيبة في حياتي إني أفقدك في الساعة اللي تهيألي إني لقيتك فيها. لكن اللي محيرني ليه حتى بعد ما بقيت صحفي كبير ويقدر يعرف كل حاجة صعبة ليه ما حاولتش تعرف الحقيقة يا كمان؟ حقيقة ايه؟ حقيقة الغد اللي بتتهمني بيه. انت فاكر يوم حفلة الكلية؟ ولو حنسخت طول عمري. عارف يوميها انا ليه ما جيتش وما شفتنيش بعد كده؟ ليه؟ مش كان في بلد دخلت اياميها الحرب؟ ايطاليا. تمام ايطاليا. وكانت الحكومة اعلنت قيود الاضاءة ونصحت الناس بانهم يهاجروا لبيف. وهاجرنا الى قرية في مديرية بني سويف. القرية دي كان يملكها وكمان تلات اربع بلاد جنبها راجل واحد اشترى البشوية بفلوسه. كان متجوز اربعة. ارقى واحدة فيهم كانت واخدة الابتدائي. وفي يوم كان المرحوم بابا مسافر مصر وانا قاعدة على باب البيت اشمها لقيت الباشا جاي بعربيته. اسمك ايه يا شطرة؟ وحضرتك مين؟ فينزي يا بنت جمل في دلمارك. سعادة الباشا لما يتكلم محدش يرد عليه وهو قاعد. عمري ما سمعت اني واحدة ست تقف لراجل. اسكت انت يا عويس ما تبقاش جيل. عاد سكت. بلدنا لهم طبع تاني غير بنات الفلاحين. دي تلقاها متعلمة واخدة الابتدائية. المزمزيل من المهاجرين مش كده؟ ايوه. انا عبد الرازق باشا. واسمك ايه بقى يا مزمزيل؟ بهيج. وفين والدي؟ نزل مصر في مشوار وراجع اخر النهار. ابقي قوليله يعد عليا في الدوار. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة الباشا. سلام عليكم. مع السلامة. سلام عليكم. مع السلامة. ابتعد عني وانا شعر بنظراته لي وحسيت بخوف منه. وفعلا اللي شعرت بيه لقيته. تاني يوم دخل علي المرحوم ابويا. بهيجة بهيجة انت لسه زعلانة عشان الامتحان؟ ان شاء الله السنة الجاية تقولي وكل تأخيرة وفيها خيرة. ما تعيطيش يا بنتي. انا مضطر اقولك كل حاجة. احنا ما جيناش هنا هربانين من القرارات. احنا جينا هربانين من المحكمة المختلطة. ايوة انا صدر علي حكم بالافلاس. شوية تجار يهود شطبوا علي والحجز كان امتد لكل حاجة. وكان ممكن يتحجز على عفش البيت بيتباع ونلاقي نفسنا في الشارع. وحكاية الهجرة دي جاتلي من السماء. ادي كل الحكاية دي. ودلوقتي في ايدك انت تخلصيني من الفضيحة والعار والموت. مش فاهمة يا بابا انت بتقول ايه؟ في ايدي انا؟ ايوه. ازاي يا بابا ازاي؟ عبد الرازق باشا طلب ايدك مني. عبد الرازق باشا طلب ايدي؟ مش ممكن مش ممكن يا بابا. يا بنتي ده مستعد يطلع نسوانه الاربعة وكمان مستعد يخلصني من كل ديوني ويرجعني احسن مما كنت. انت بتقول ايه يا بابا بتقول ايه؟
على العموم يا بنتي انا مش هجبرك، ده مستقبلك انت واخواتك، وتصرفي زي ما انت عاوزه. وتركني في دوامة من التفكير والعذاب، واخيرا قررت اني ألجأ اليك لتنقذني من محنتي، وكتبت لك خطاب قلت لك فيه: كمال، اذا كنت ترضى تتجوز واحدة فقيرة ابوها محكوم عليه بالافلاس، تعال اطلبها من ايد ابوها، وانا اتعهد لك بانه هيوافق ما دمت انت راضي على الوضع ده. الجواب ده تروحي الطواف عند الدوار، قرشي ده علشان يلزق عليه ورقة بوصة، قرشي ده علشانك انت يا حبيبتي. حاضر. صح، خلي بالك يلزق ورقة البوصة قدام عينيكي. حاضر يا أبلة بهيجة. يلا يا حبيبتي. خد الجواب ده يلزق عليه ورقة بوصة. حاضر. الله الله الله. مين اداك الجواب ده؟ الست الصغيرة بنتك. طب متشكر، اتفضل انت. اتفضل القرش اهو. معرفتش ان الجواب اتقطع الا بعد ما اتجوز. وطبعا افتكرت ان انا اللي طفشت وانا اللي غدرت بيكي. اي مع ذلك غفرت وتمنيت لك السعادة. انا اتجوزت بعد شهر من الحكاية دي، لان شهر جوزي مات. اتعذبت كتير قوي يا بهيجة. بعد 9 أشهر خلفت بنت سوسن. الله. كمال. نعم. مش عرفك اني انا عندي بنت؟ اصل يعني اللي يخليني اعرف طريقك يخليني اعرف ان عندك بنت اسمها سوسن. ازاي؟ اهو ده بقى سر المهنة. نفسي كمان الشيء القديم. الحمد لله. خلاص انا دلوقتي نسيت كل اللي فات. ليه؟ بنتك مش مالي عليك حياتك؟ انت بتشتغل مضيفة في الطيارة، بتغيب عني 3 أيام بتقعد معايا 3 أيام. ليه؟ انت معرفتش عنها كده يا كمال بعد تحرياتك؟ ايجا ما تنسيش الاسم اللي عاش معايا 20 سنة، هو وحيد. اسمع يا كمال، انا هعوضك وعوض نفسي عن السنين اللي فاتت دي كلها. انا هخلي البيت ده جنة، انا مش هخليك تندم ابدا انك عرفت طريق. بس يا بهيجة انا يعني كان قصدي اقول، انا مش عارف اقول ايه. يا حبيبي يا كمال، الفرحة مخليك مش عارف تتكلم، لكن انا عارفة انت عايز تقول ايه. فاكر يا كمال من 20 سنة لما كنت تقولي انت الوحيدة اللي بتعرفي انا بفكر في ايه؟ فاكر. اهو انا دلوقتي عارفه انت بتفكر في ايه. ايه؟ انت مش عايز تدخل في حياتي الا لما انهي رسالتي واتجوز سوسن. انا يعني كنت عايز. انا اؤيد فكرتك دي يا كمال، اللي خلاني صبرت كتير مش هقدر اصبر القلب. انا كان قصدي اقول. وانا فاهمه قصدك كويس قوي من غير ما تتكلم. انت يا كمال انسان قلبك كبير طول عمرك، انت مش عايز تعمل اي ارتباك في حياه البنت، وانا احترم رغبتك دي. ارجوك يا بهيجه ارجوك. في ايه يا كمال؟ لا مفيش، انا بس كنت عايز استاذن. حالا كده؟ عندي ميعاد مهم اوي. زي ما كده، بس هبقى اشوفك على الاقل لما سوسن تكون مسافره، مش كده يا كمال؟
كل شيء بمشيئة الله. هشوفك تاني وتالت ورابع وخامس وعلى طول. إذا قلت لك كمان عرفت طريق إزاي؟ أنا مش قلت لك إن ده سر المهنة؟ انك تختار سوسن او بهيجة، البنت او الام. احنا مش حر في اختياري ده. ليه بقى يا سيدي؟ بهيجة قضت احلى سنين حياتها محرومة من شيء هي بتعتبره حقها. دلوقتي عملها بتطلبي اي ضربة حجيها في الامل ده وما تقضي عليها. افهم من كده مثلا ان عند لقائك بالام اكتشفت ان حبك للبنت ما كانش حب صحيح؟ ولا راح يكون ايه؟ يعني لسه بتتمنى انك تتجوز بنتها؟ طبعا. طيب خلينا نبص للمسألة من زاوية تانية. لو كنت لقيت بهيجة قبل ما تعرف سوسن كنت تتجوز بهيجة؟ معرفش. فكر شوي. يمكن لا، خصوصا بعد ما عرفت العذاب اللي هي شافته، الظلم اللي هي تعرضته. لكن احنا في سوسن دلوقتي. اسمع انا عندي فكرة. ايدك على نص ريال. اتفضل. نص ريال وفضة؟ بسرعة. تعمل ايه؟ ادي سوسن وادي بهيجة. ايه الحاجة اللي بتعمله دي؟ مالكش دعوة. سوسن بالنيابة عني لأن ما قدرتش أروح لوالدتها زي ما اتفقنا. أيوة كنت مشغول. والله مش عارف حاجة يا ابني. أصلي مشغول. مش عارف. مش عارف يا ابني، مش عارف. مش عارف؟ إيه يا مان؟ طب خد كلم سوسن. ألو؟ ده قفل السكة. ليه هي اللي اتقطعت؟ اتقطعت ازاي؟ ده هو اللي حاطط السماعة. مش معقول. ليه هي اللي اتقطعت من نفسها؟ ما قالكيش مش جاي ليه؟ وليه ما اتصلش بماما؟ الغايب حجته معايا سوسن، يمكن كان عنده أخبار مهمة وشاير فيها في الجورنال. يمكن. المهم مامتك لغاية دلوقتي لسه ما تعرفش. من الأحسن إنك تقولي لها أنت بنفسك عشان تطمن. قبل ما تقرا الجرايد. عندك حق. اطلبي مصر في الترند. ادخل. تليفون يا فندم علشان حضرتك. طيب. حاضر. الو؟ توصل؟ ايه يا حبيبتي لحقت توصلي قبيلة؟ لا يا ماما انا بكلمك من الاسماعيليه. شد حيلك يا سنسونتي يا امورتي بقى. انا هفوت قلبي معاك لغايه ما تيجي البيت. انت خارجه بكره مش كده؟ ايوه. طيب يا حبيبتي انا هبعت لك السواق بالعربيه. ها اموله تفضلي معاها لغايه ما تيجي بكره سوا البيت. ها حاضر. يا عفريته هي دي بقى صديقتك العيانه. بس لما تيجي البيت انا هملص ودانك. الحقيقه كنت انا لما جيت خفت انقلك الخبر. ايوه بس انت ازاي عرفت الخبر امبارح مع انه ما اتنشرش في الجرايد الا النهارده؟ واحد زميلنا في الكليه بيتمرن في جريده يوميه بلغني الخبر ده. عملت طيب لو كنت قلت لي امبارح قبل ما فعلا يا بنتي ما كنتش هقدر استحمل. ها هفوتكم بقى يا كتاكيت وهفضل اعد السواري لغايه ما تيجوا بكره.
سعيدة أمورتي أنا. مع السلامة يا ماما. لا 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 خليكي أنت هنا يا أمان، خليكي جنب سوسن وحياتي ما تعملي ولا خطوة واحدة. ها سعيدة. الحادثة دي قطعا عملت حاجة في مخي. طبعا لا. أمال ليه بيتهيألي إن الدنيا اتغيرت؟ إزاي؟ الست اللي خرجت دي هي ماما. سوسن؟ ماما اللي خرجت دي هي ماما اللي إحنا عارفينها. ليه بتفتكري كده؟ إحنا كنا خايفين نبلغها الخبر ليه؟ عشان أعصابها طب. بحس إنها ما عادتش عندي أكتر من نص ساعة. بحس إنها جاية متوضبة على الآخر وصبغة شعرها كمان. أما والله يا سوسن، يعني كنت عايزاها تجيلك ملخبطة؟ مش قصدي، في حاجة اتغيرت في ماما قطعا، مش في ماما بس، في الدنيا كلها. إزاي بقى؟ وحيد بدر، التليفون اللي صحانا بيه ده مش غريب شوية؟ مبروك يا مدام، حلو خالص عليك. الله يبارك فيك يا كمال. ايوه بس مش قصير شوية؟ الموضة كده يا مدام. ايه؟ طب والديكورتي ليقلي؟ جنان يا مدام. قولي لي بقى يا كبالي، امتى هتجيبي لي بقية الفساتين؟ بعد اسبوع ان شاء الله. يا قولي سنة احسن. دول 10 فساتين يا مدام، مش واحد ولا اثنين. طب معلش هاتي لي ولو اثنين ثلاثة في خلال يومين ثلاثة. حاضر يا مدام. شكرا. مع السلامة يا كاميرا. عايز اكلم الاستاذ وحيد سامي بفضل. الو استاذ وحيد؟ ايوه يا فندم. مين عايزه؟ حاضر نشوفه يا فندم. الو استاذ وحيد؟ ايوه يا بدر. الست بهيجه هاني سالت على ستك نار 6 مرات يا فندم، كل مره بقول لها مش موجود. هي معايا على الخط دلوقتي. على طول يا بدر. مش موجود. علي يا امل؟ لا لا ابدا، انا مش عارفه ليه عمل كده. تفتكري يا امل يكون حاسس انه اتورم؟ والله يا سوسن انا ليا راي تاني، انك تتصل بيه انت بنفسك. طبعا لا، انا ما افرضش نفسي على اي انسان. بس وحيد مش اي انسان. ولو اذا كان هو مش عايز منها يبقى ايه الفايده؟ وليه بس تتسرعي وتتصوري انه مش عايز؟ مش جايز عنده سبب. السبب ده يمنعه انه يرفع سماعة التليفون ويسأل؟ طبعا لا. السبب الوحيد ان الاستاذ الوحيد كان بيتسلى، كان بيختبر قدرته على غزو قلب بنت حبته واندفعت بحبه لغاية ما بقى كل شيء في حياته. تعرفي يا امال، أنا بكره نفسي، بكره نفسي لأن بعد ده كله لسه بحب، بحب وأنا عارفة إنه نسي كل حاجة عنه. ربما دلوقتي بيتسلى على واحدة تانية. تلميذ يا ترى؟ ست ضرورة. أنت بتظلمي وحيد يا سوسن. أنا ما بظلمش حد غير نفسي. ظلمت نفسي يا أم حبيبتي. أرجوك يا أمال، أرجوك تسيبيني لوحدي. حاضر حاضر أنا سايباكي، عندي مشوار مهم بس عايز أرجع ألاقي أعصابك أهدى من كده.
الو ادخل. اهلا امال. ادي يا ستي المشكله كلها. زيني مش عارف اتصرف ازاي. بس انت فعلا اتصرفت. ازاي؟ بتهرب من المشكله. الله يسامحك. طيب حطي نفسك كده في مطرحي وقولي لي كنت هتتصرفي ازاي من غير ما تهربي. شفتي ازاي؟ انتش قادره تقولي حاجه؟ اي تصرف تاني كان هيعقد المشكله. تصوري البيت اللي كنت حاطط فيها كل املي في الحياه لما تعرف ان انا كنت في يوم من الايام هتجوز امها، تفتكري اللي بعد كده تقبل انها تتجوزني؟ لا. يبقى خلاص، ما دام النتيجه واحده وما دام القدر بحكمه انا مش قادر افهمها كتب عليا اني انضرب في حياتي مرتين واتعذب مرتين، يبقى خلاص. ايه اللي اقدر اعمله؟ مش يعني غايته سوسن هتفتكر ان انا تخليت عنها؟ فعلا انا عارف انها افتكرت كده. ما فيها مكان في نفسي اني اسمع غير كده. ليه؟ انت نفسك افتكرت ايه لما سمعتي كده؟ الحقيقه. الحقيقه ايه؟ كلمي. بتسامحني؟ اسامحك. الحقيقة أنا جه في دماغي بفترة من الوقت، وطبعا ما قلتش الكلام ده لسوسن. جه في دماغي إنك راجل فنان، وفنان زي النحلة يحب ينتقل من زهرة لزهرة علشان يكون العسل اللي هيديه الناس. وقلت لنفسي كمان جايز الأستاذ وحيد اعتبرها واحدة من معجباته. لكن تعرف يا أستاذ وحيد ده كان هيبقى حرام، لأن سوسن بتحبه، وطبعا أنت عارف قد إيه هي بتحبه. عارف. واللي معذبني انها هي يمكن ما تكونش عارفه انا بحبها قد ايه. يا امال انا بحبها بطريقه راجل عنده 40 سنه كان مقرر انه ما يديش قلبه لاي انسانه. راجل مننا لما بيوصل للسن ده يعتبر ان الحب ده شغله الهمزه، انما يزحب يزحب. انا مش لاقي كلام كفايه اعبر بيه عن اللي في قلبي. سوسن محتاجه تسمع منك الكلام ده شخصيا. كنت هقول لها وهيجة خلفي معتقدة إن أنا ظهرت في حياتها بعد 20 سنة علشان أعوضها عن كل اللي فات. وليه سبتها تعتقد كده؟ وهي ادتني الفرصة وده كان أحسن، لأني لو قلت لها أنا رايح ليه بعد كل اللي سمعته منها مش معقول. ده مش معقول أبدا. لكن ادخل. ايوه سوسن يا امال يا بنت خالتي العزيز، ده يفسر لي حاجات كتير. انت طبعا مستغربه. مستغربه؟ بالعكس انا كنت مستغربه، لكن دلوقتي احمد ربنا اني شفت بعيني انك بقيتي مصدر الوحي الجديد بتاع الاستاذ. سوسن انت بتقولي ايه؟ بقول اللي بقوله يا استاذ وحيد يا ساحر العذار. انا كنت دايما بعد انقطاعك المفاجئ عن الاتصال بيا بسال نفسي، يا ترى انت جيت عرضت عليا الجواز في المستشفى عشان عايزني ولا عشان تحسن نفسيتي؟ كنت بقول اذا كان غرضك ده لمجرد التشجيع فتبقى ملاك، لكن الحمد لله الملاك طلع. طلع الشيطان مش كده؟ لا طلع بشر. الشيطان يبقى صديق طول عمري اللي متحبط من ورايا. طيب فوقي نفسك وتعالي اقعدي. سوسن انت مش عارفه حاجه ابدا. اديني عارف الاستاذ وحيد بيمرنك انت روح على الصحه. سوسن انت اتجننتي؟ تمرين بريء طبعا بدليل انه من ورايا. رايحه فين يا امال؟ رايحه الكليه. جايه منين يا امال؟ جايه من الكليه. برحمه ماما يا سوسن انا جايه هنا عليك. كليه الاستاذ وحيد الدون جوان الشهير. يا ترى ابتديتي تمرين كويس ازاي؟ اداكي حديث عن مغامراته العالميه ولا عن وحدته القاسيه؟ انا خدت الحديث ده قبل. سوسن انت ما تعرفيش صاحبك من عدوك. طلعتي زي التعبان يشربوا صاحبه وياكله ويحطه في صدره والاخر يعضه. خلص يا سوسن. خلص. هتقول ايه؟ هتلفق لي قصة؟ أنا هحكي لك على قصة هتخليكي تندمي على كل الكلام اللي قلتيه. قول يا وحيد وحلغي عقلي وصدقك. اتكلم قول. مفيش يا سوسن مفيش. خيالك مش قادر يساعدك؟ ايوه خيالي مش قادر يساعدني. انت
مش اكتشفت حياتي اهو؟ مش مكسوف من نفسك؟ اللي زي ما ينكسفش، بيحترس نفسك من الذئاب المفترسه اللي زيي. مع السلامه. مش موجود. مش موجود؟ مفيش كلام. ها ازيها دلوقتي يا دكتور؟ جيتي للحق، هي ما عندهاش حاجه من الوجهه الطبيه، قلبها سليم. امال يبقى عندها ايه؟ عندها حاله نفسيه. يعني ايه؟ يعني زي حالتنا من جهتي. وده وقت هزار. يعني عندها صدمه، ما تعرفيش ايه اللي حصل لها. ابدا مفيش، غير انها اتخانقت مع بنت خالتها زي عويتهم، بس المره دي جت جامده شويه. حاولي تعرفي ايه السبب ويمكن تعالجي. طيب انا متشكره قوي. يعني ايه متشكره؟ تزعيني يعني امشي؟ لا ابدا انا ما اقصدش كده، بس عايزه اطلع اطمن عليها، اشوف ايه الحاله النفسيه اللي بتقول عليها. طيب يا ستي ربنا يطمنك عليها. صديقتها سر؟ أرجوك اتنبيلي في حالي، ما بقيتش أثق في حد. كده برضو يا سوسن؟ قد كده الدنيا بقت وحشة؟ الدنيا وحشة وحقيرة ودوت كمان. الدنيا دي ده كلنا فيها وحوش. اطلع عليك يا سوسن. حتى ماما من الوحوش دي يا حبيبتي. كل الناس فيها وحوش. الدنيا ما بقاش فيها إخلاص، ولا شرف ولا ضمير. مش خناقتك مع امال هي السبب؟ سوسن يا حبيبتي انت قلت لها ايه؟ خليت البنت تاخد هدومها وشنطتها من غير ما تقول حتى سلام عليكم. هي مشيت عشان ما كانتش هتقدر تواجهك بعد المقلب الدنيء اللي عملته فيك. مقلب؟ ودنيء كمان؟ ايه هو يا بنتي؟ انا طفشت مني الراجل اللي كان مفروض اتجوز. انت؟ انت اتفقتي على انك هتتجوزي حد؟ اي وانا معرفش. هو كان مفروض يجي يطلبني منه. طب والراجل اللي مفروض تلطشه بنت او تلعب بيه يستاهل انك تزعلي عليه؟ بيشتغل ايه ده؟ صحفي. صحفي؟ ايه كان زميلك في الكلية؟ لا ده صحفي كبير ومعروف كمان. صحفي كبير ومعروف؟ ده مين ده يا بنت؟ وحيد تاني. بتقولي وحيد تاني؟ اي انت ما تعرفوش، بتاع جريده الافكار. وحيد تاني اتفق معاكي على الجواز؟ ايوه. انت كان المفروض يجيلي ليلة حادثة الطيارة. ليلة أمال ما نسيت وراحت لك؟ أيوه. ما هو اللي جابها في المستشفى. والظاهر إن في السكة اشتغلت عليه أو اشتغل عليها.
كان مفروض لبيتها يجي ويخطبك مني. ايوه يا ماما. اخ يا ماما مالك يا ماما مالك؟ الدق القديم رجعلي حبيبتي. روحي جيبي لي كوبايه ميه وقرص البرشام بتاعها. حاضر يا ماما. مسكينة يا أمال، ظلمت كتير واتجرحت كتير. حتى أنت كمان يا طنط افتكرتي إن زي ما قالت سوسن. حتى أنا يا بنتي. الله يسامحك. معلش يا حبيبتي، إذا كان الإنسان أحيانا بيظلم نفسه مش هيظلم غيره. وسوسن عرفت إنك بتحب الأستاذ وحيد؟ قصدي كنت بتعرفي الأستاذ وحيد قبل كده؟ لا. مسكين يا كمال، مسكين يا وحيد. ما تفتكريش يا بنتي ان انا ازعل ان هو حب بنتي قبل ما يشوفني. بالعكس، هو لو كان قال لي اول ما شافني يمكن انا كنت كتمت عنه حبي، وهو انا اللي انا عجزت فيه يسعدني ان بنتي تحققه. ما انت اللي ما اديتلوش فرصه عشان يقول لك حاجه. صحيح، الفرحة عمتني. أنا افتكرت إنه قعد 20 سنة يدور علي. أتاري كان جاي يتجوز بنتي. عارفة يا أمال، وحيد أيام ما كان في الجامعة كان نص بنات الكلية تحبه، لكن فضلني عليهم أنا كلهم. وتمر الأيام من دون بنات العالم دي كلها ما تعجبوش إلا بنتي. قولي لي يا أمال، أنت لما شفتيه كان بيتعذب علشان؟ طنط بهيجة أرجوك تعفيني عن السؤال ده. أمال، الرد على السؤال ده تتوقف عليه حاجات كتير. هو بيحبها؟ أكتر من إنه كان جاي يطلب إيدها. وهي بتحبه؟ برضو عايزاك تجاوبيني بصراحة. لكن لا، أنا عارفة الإجابة، بس أنا عايزاك توعديني بحاجة. أنا مش عايزة سوسن تعرف إن في يوم من الأيام كنت بحب واحد. أنا اللي حبيته اسمه كمال. كمال خلاص اختفى من حياتي من 20 سنة. اختفى إلى الأبد. اعمل حسابك إن السفر يوم السبت الجاي. وهو كذلك، وطبعا هتبدع في تحقيقاتك كالعاده، مش كده؟ مش يعني اخرتها هيفتحوا بيها الشبابيك والابواب؟ والله مش دايما، ساعات بيفرشوا بيها النمليه ويلفوا فيها الخضار والطعميه. ادخل. في واحده ست عايزه تقابل حضرتك. اسمها ايه؟ قول لها من طرف الاستاذ سوسن عبد الرازق. قول لها مش موجود. مش هيقدر، لان رجلي على رجلي. بهيجة؟ اقدر ادخل ولا ما ادخلش؟ اتفضل. وحيد، انا جاي علشان اعزمك على حفله جوازي. جوازك؟ ايوه، هي حفله هتكون على الضيق، يعني المعازيم هيكونوا على طريق فدنة منين يا جحا، علشان كده بلف عليهم بنفسي اعزمهم. يا ترى مين العريس سعيد الحظ؟ ده طبيب ارمل اسمه دكتور صابر. دكتور صابر، دكتور صابر. اظن ده اخصائي التخدير، مش كده؟ ايوه فعلا، ده شاطر قوي في التخدير.
انا ما اعرفوش انما هو سمعته كويس. على كل حال مبروك. شكرا. تسمح لي بقى قعدتك؟ خير ان شاء الله. انت ليلة ما جيت تخطب بنتي ليه ما كانش عندك الشجاعة الكافية انك تطلبها؟ الله، ايه اللي عرفك هي؟ سوسن؟ طبعا لا، سوسن ما تعرفش اي حاجة كانت بنت، ومش هتعرف ومش ضروري تعرف. امال مين اللي قالك؟ امال؟ لا. امال مين؟ انا كنت عارفة من الاول انكم بتتقابلوا. الام الشاطرة لازم تعرف كل حاجة عن بنتها من غير البنت ما تحس. انت ليلة ما جيت علشان تخطبها انا كنت عارفة. ايه بتقولي الصدق يا بهيجة؟ طبعا انا هكذب نفسي واصدقك. اسمحي لي اسالك سؤال. لا لا مفيش داعي للسؤال ده لاني انا عارفاه. ايه هو؟ هتقول لي ليه فكرتيني بالماضي؟ ده كان وضع طبيعي، كان لازم اتاكد اذا كنت بتحب بنتي وهتسعدها ويمكن. يمكن ايه؟ يمكن حبيت تنتقم من الام في البنت. قصدك يعني هيسكليف سنة 60 مش كده؟ نهايته. انا بس حبيت اعرف اذا كان الماضي عايش معاك لسه ولا لا. ولقيت ايه؟ لقيت اني لسه ما فقدتش قدرتي العظيمة على التمثيل. انا مثلت عليك لدرجة انك صدقت ان لعب العيب، ان الحكاية القديمة لسه عايشة. تمثيلي كان مظبوط لدرجة انك خفت تجرح شعوري. يعني كلامك ليا دلتا كان كله تمثيل؟ طبعا ده بالنسبة ليا مجرد اخ يا وحيد، واخ صغير كمان. انت ناسي ان انا اكبر منك بسنتين؟ مش فاكر. طول عمرك انسان مهم. على كل حال 20 سنة ممكن يخلوا اي عاطفة في العالم تبقى لوحدك. انا مش عارف اقولك ايه. يظهر انك شاطر في الكتابة بس مش في الكلام. يا انا هضطر استأذن لاني عندي معاد مع خطيبة في العيادة. انا اقنعت سوسن اني انا اللي بعثت لك امال علشان تعجل الخطوبة، وان كل مدة ابتعادك دي علشان انا ما كنتش لسه موافقة على الحكاية دي. مصدقت؟ الانسان لما بيحب يا وحي بيصدق كل حاجة وبيغفر كل حاجة.